عسلامة مسيو. سلمك يا عايشك. لاباس عليك؟ الحمد لله عايشك. قدم لي روحك. انا ابراهيم الورادي من بوشة، معتمدة دبير مشارقة، ولاد زغوان. مرحبا بيك. بحسب ما حكيت لنا في الكواليس اللي انت عندك مشكلة كبيرة. تفضل احكي لنا كيفاش اللي بديت الحكاية. المشكلة هذه معناها المشكلة، انا عندي نملك في عقار وتنزعت عليه هنا مع الغير قبل، والغير دعاوى ان انجرله من عند الاجانب، واللي دخلت المكلف العام بنزاع الدولة في النزاع، قلت له بصيفتك انت حليت محل الاجانب بقانون 1264، اعطي رايك. حر عليه الحاكم، قال مش متاعي، عمل معناها تحريرات كتابية وعمل تقرير وانتهى الامر، معناها قال ماهيش متاعي، ونفذت الارض وربحتها وكل شيء في زوز قطاع 67 و69 في العقار هذايا نتاع 7129 زغوان. كان نفذت الحكم هذا كله. بعد 2007 عمل لي سي المكلف العام لزراعة الدولة قضية في كف الشغب في زغوان، قال لي راك القطاع أظن نتاعنا. وقت معي قال لي القطاع أظن نتاعنا. كي جبت الاختبارات وجبت للقضايا وجبت لكل شيء، أشنو صار؟ طلبوا طرح القضية. كي طلبوا طرح القضية ما زالش حاجة. بعد تالي قالوا لي يلزم ما نعطوكش الرخصة إلا ما تكري من عندنا. تكري أرضك. تكري أرضك. اللي هي باسمك. اللي هي باسمي. يا ودي كيفاش تكري أرضي باسمي؟ قال لي تكري. معناها بحكم طرح، معناها ولا كاين استحقاق عندهم. المهم كروا لي الأرض هذية، كريتها، جتش النهضة، خافوا. فسخوا لي العقد. قالوا لي يا خويا اكهو يا احنا استرجعنا ارضنا، استرجعنا لا. وهم ما استرجعوش ارضهم. خلوني مشيت نشكي وعملت وقفه احتجاجيه وكذا. اش قالوا لي؟ قالوا لي برمشي اخوي اعمل قضيه بينك وبين المكلف العام لنزاع الدوله في حق وزاره املاك الدوله، واذا كان ظهرت حقك تاخذه. فعلا هذا ما صار. شكيت وسموني المحكمه، سمت لي ثلاثه مرات في ثلاثه خبراء تضحوا انها ملكيتي، ملكيه الدوله عندها، بالعكس حتى ملكيه الدوله عندها، ثم ملاك هامله عندها وما حبش تكلم عليها، باهي معناها وموجوده تو. المهم ربحت ابتدائي واستئناف وتعقيبي، مشيت نفذت على الارض خذيتها، اطبقت لي الرخصه باش ناخذ الرخصه، الخاطر هي الرخصه تثبت لي في مضره كبيره، ومعي 25 خدام راهو تو بطاله، بطاله خدام كلها بطاله، وحالتها تشكي ربي، وشكينا عملنا وزارة التجهيز متعنتة من شيرة تقول اللي بنجيب شهادة ملكية فردية معناك اللي تعسر عليك، وقت اللي في حين اللي شهادة ملكية فردية عندي ما يفيد، اللي هي عطيتها تو بعقود غير مسجلة، معناها بشو وزير قال لي يجيب موافقة من عند وزير ملاك الدولة. وزير ملاك الدولة يا ولدي وافقنا، يرحم والديك، الحكم هاني الارض هاني خذيتها، علاش قاعد محبسني انت؟ هكاك محبسني هكاك اكل. وعنده واحد غاديك المستشار نتاع القانوني نتاعه ولا شو اسمه؟ اسمه نجم الدين النوار، وعنده واحده اسمها الصغير من زغوان، ومتحاملين عليا كيفاش نازع الدوله نربح الدوله، وما حبوش يعطوني الرخصه، وقعد تو 25 خدام بطاله، وني بطال، وديون عليا هني مليارات، وماتريالي كله تهز، الاتراكس والبوكلا والكمائن والدنيا كلها ما بقى عندي حد شيء، وبقيت مديون يجي 3 مليارات تو. وهم يا ولدي هذيك مربي يعطوني، راني مش نخدم ارضي راه. يا ودي راني مش نخدم في ارضي، مش نخدم في ارض حد نتاعي ملكي، ما حبوش يسمعوني. ايش شنو تحب؟ شكيت عملت شكايه للسيد الرئيس. يبعث مكتب العلاقات مع المواطن يبعثها لوزير ملاك الدولة، يعطوه بحث غلط، يعطوه يبعث للتجهيز، يعطوه بحث غلط، يودي يسمعوا بحث. كيفاش بحث غلط؟ كيفاش بحث غلط؟ غلطوا هكا، قولوا ما ثماش حكم وما ثماش، ومش صحيح الكلام، ومش صحيح احكام، ومش صحيح. وليا عبد الحكام عندي ونفذت الحكم، سامحيني ها نوريك حاجه الاحكام. والله هو اخي تتصوريش اخي، توني حسب رايك انت هذه احكام، هاي احكام كامله، وهو تنفيذ حكم، كيفاش مش احكام؟ سي وزير ملك الدوله تعسف عليا باش ما حبش يعطيني الرخصه، وهو وزاره التجهيز. اخويا اذا كان الناس تحب تعاون السيد الرئيس ما يعاونوش في
في الكره نتاع العباد اللي هو معناها سيد الرئيس راي معناها القانون ما يف... القانون قضايا الصارم والقانون اللي مش ما يجيش على الناس المساكين، ما يجيش على القلال، ما يجيش على اللي تجار الاستفتاء نتاع الرئيس ومع الرئيس وبات تصفق له وكل شيء، وهم يعملوا باعمالهم، يعملوا باعمالهم كما يحب باعمالهم كما يحبوا. شنو تحب نعملوا احنا تو؟ احنا تويكا هانا رجعنا كامس كولامس ما ثم حد شيء. شكيت 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 كاين اللي بنت تشكي، كاين تشكي للحيط. شكون سمعك انت؟ سمعك انت حد؟ اشكينا ها واشكي للوالي، الوالي نتاع زغوان اللي حطوه جديد تو اش عمل؟ مشى للكاريرات بروح يسكر في الكاريرات، يلقى واحد يخدم يدبر في راسه شويه الله غالب، سكر الكاريرات ودخل الحبس. يا ولدي هديك ربي، قال انا بابا مقاول نحب نسكر الكاريرات الكل. يا ولدي باباك مقاول تحب تسكر الكاريرات؟ عشان عندك نقمه على 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 على, على المستثمرين؟ حاسيلو باختصار ثم واحد بحذانا بحذاي تعرف يا مسكين عنده رخصه، قالوا له صلح صلح ما كملش التصليح نتاعه، وقفوا له الرخصه. وراجل ضايع عنده قداش، عنده 6 كمايل وعنده يجي 10 تراكسات وعنده يجي 30 خدام وسبعه خلوهم وكلها بطاله كل تاك تاك. شنو كما قال لك كما قال الاولاد اشترها في الرازي تو، اشترها مرضى وشرى كل شيء على كيفهم على كيفهم. يا اخويا احنا تو ناجلوا السيد الرئيس والوزيره الاولى وزير املاك الدوله وزير التجهيز يلزمه يرحموا العباد خل تخدم ارواحها، راهو نخدموا في ملكنا مش في ملك حتى حد، ماناش غايرين اخويا، حتى ملكنا ما نخدموش فيه. فين صارت هذه؟ فين نمشوا لمحكمه لهاي ولدي؟ لكن هو ما عندناش كلام اخر، ما عنديش باش نقول لك. دونك شنو هو طلباتك اليوم؟ يلزم يسمعوني ويلزم يعطوني الرخص نتاع بوشه بنا فاهمني وغيري، وما يتعصفوش على العباد، وخلي العباد راهي تخدم في ارضها وراهي عندها مئات عباد تخدم معاها. تعرف كي نخدم كي نخدموا احنا في الكاريير عندنا في النهار يخدموا معانا 200 و300 كميون، معناها كل شيفور كل كميون فيه يظلم الناس، الناس كل تسترزق من بعضها، لكن ما حبوش، يحبوا كاكا البطاله ويحبوا الفقر ويحبوا الميزيره ويحبوا المساسه ويحبوا باش تجي العباد معناها تعمل شوه قدام وتلقاها قدام الولايه واحتجاجيات واحتجاج وكذا. لا لا يرحم والديك، وصلوا لي صوتي للشعب التونسي، قول لهم اسمعوني هكا. شكرا مسيو.